صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. بعد الفاصل نلتقي بالزميل أيمن عزام للنقاش حول أبعاد الغارة الإسرائيلية على سوريا ومحددات الموقف المصري إزاء القضية السورية. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة من سهرة الليلة، نتحدث عن أبعاد الغارة الإسرائيلية على سوريا ومحددات الموقف المصري إزاء الأزمة السورية، حيث أدانت مصر العدوان الإسرائيلي على سوريا باعتباره انتهاكا للمبادئ والقوانين الدولية ومن شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا فضلا عن تهديده لأمن واستقرار المنطقة. هذا بالطبع على حد وصف البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية تعقيبا على تلك الغارة الإسرائيلية التي وقعت واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للواءين 104 و105 التابعين للحرس الجمهوري. هذا البيان من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية رأه البعض تجاوبا مع تصاعد الأحداث، بينما وجده الكثيرون أقل من المطلوب ولا يختلف عن أساليب النظام السابق في التعاطي مع المستجدات الدولية. الأسئلة تطرح نفسها، ماذا كان سقف الطموحات والتوقعات لموقف مصر الرسمي إزاء تلك الغارة؟
وهل هذه الغارة إنذار بنهاية نظام بشار الأسد؟ وهل هي استباق لمواقف ما بعد نظام بشار الأسد؟ أم أنها مقدمة لحرب إقليمية محتملة؟ وما هي أطراف هذه الحرب؟ وهل تتطاير ألسنتها لتلامس الحدود المصرية؟ وهل هذا علاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بزيارة وزير الدفاع المصري إلى تركيا اليوم؟ أسئلة نطرحها ونحاول الإجابة عليها من خلال الحوار مع ضيوفنا في الاستوديو. اسمحوا لي أن أرحب سعادة السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق. سعادة السفير أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. كما أرحب بسيادة العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك. وأرحب أخيرا وليس آخرا الكاتب والإعلامي السوري المعارض الأستاذ فرحان مطر. أهلا بك أستاذ فرحان معنا في هذه الفقرة. أهلا وسهلا. يعني دعونا نبدأ الحوار مباشرة. سعادة السفير، يعني هسأل حضرتك أولا كوزير، كمساعد وزير خارجية أسبق ولك باع كبير في مثل هذه المواقف. الموقف المصري إزاء الغارة الإسرائيلية على سوريا رآه البعض مجرد شجب وإدانة، فيما يعد من وجهة نظرهم استنساخ لردود فعل النظام السابق على مثل هذه الأحداث. كيف تقيم الوضع أنت؟ هو طبعا أي تطور إسرائيلي في أي دولة عربية مجاورة في إحراج شديد لمصر، وفي سوريا بالذات الموقف مختلف، لأن سوريا فيها موقف معقد جدا من الناحية السياسية، معقد. وبعدين يبدو أن الدول العربية تنظر الوضع في سوريا نظرتين مختلفتين. أولا سوريا في مواجهة إسرائيل، في هذه الحالة الكل يدين إسرائيل ضد سوريا الدولة، ولكن الصراع داخل سوريا في أحزاب وفي أطراف مختلفة. هنا بقى مصر، ماذا كان يراد لمصر أن تتخذه من مواقف، وما هي العوامل تحكم الموقف المصري تجاه مثل هذه الحوادث اللي هي طبعا ستتكرر كثيرا؟ لأن الموقف في سوريا النهاردة أصبح في مرحلة إسرائيل تريد أن تدخل حتى تكون كاتاليست، يعني تريد أن تسرع أو تخمر الموقف أو تخليه يوصل لمرحلة معينة. لأنه طبعا اللي في سوريا يعتبر محرقة بالنسبة لكل أعداء سوريا، فيها حزب الله وفيها إيران وفيها النظام وفيها كمان ممكن بعد كده هيبقى في انكشاف لمصر. فانا اعتقد ان زي ما انت اشرت فعلا، الاسئله الكثيره اللي انت اشرتها في المقدمه فعلا هي هل هذا العدوان يعتبر بدايه ونهايه ولا اختبار معين ولا ايه دوافعه؟ من ده محتاج ان احنا نفهم كيف تفكر اسرائيل بالنسبه لموقف سوريا. لكن بالنسبه لمصر، مصر لا تملك في هذه المرحله الا ان تدين فقط، إنما مش مطلوب من مصر أكتر من كده من الناحية الفنية. إسرائيل في نفس الوقت درست كويس جدا المواقف العربية وأمنت تماما أو أمنت المواقف العربية كلها. ليس هناك دولة عربية تزعج إسرائيل مطلقا، لأنه الحسابات العربية في الموقف السوري متفاوتة تماما. هناك عندنا التيار الإسلامي بحارب مع المعارضة، عندنا تركيا وعندنا إسرائيل والولايات المتحدة، وعين على الجانب الآخر هناك حزب الله وإيران وهناك الدول الكبرى. إذن هي صراع متعدد الطبقات ومتعدد الأطراف. مصر في الحالة دي كيف تفهم الموقف السوري أصلا؟ هل تفهمه على أنه نظام كان مثلا، يعني لو خدناه من زاوية الإخوان المسلمين، هل هو مثلا لابد أن يسقط لأنه كان قد أجرى مذبحة للإخوان المسلمين وهناك تكامل عضوي بين الإخوان المسلمين في العالم، ولا أن مصر الدولة لها حسابات أخرى لم يصلوا بعد إلى هذه الحسابات من ناحية الاستراتيجية؟ هل مصر في المرحلة القادمة ستكون هدف لإسرائيل عندما يتم تصفية الموقف في سوريا، وما هو النحو اللي هيتم فيه التصفية؟ فأنا أعتقد أن دي كلها بدايات، إحنا لسه في البداية. إسرائيل بدأت تخش المشهد السوري بعد التخطيط وبعد المساهمة الاستخباراتية وتحريك بعض المواقف. إسرائيل بدأت تخش كلاعب رئيسي في الأزمة السورية. إذن دي حسابات كان يجب أن مصر تتفهمها، وكان يجب كمان مصر تعمل حسابها ليها. لكن أنا ما أعرفش على وجه اليقين كيف تفكر مصر رسمية في إسرائيل وفي المشهد السوري، خصوصا أن فيه تيار إسلامي يعمل في الجبهة السورية فعلا، وفيه شهداء مصريين بيموتوا وبيعملوا مع المعارضة السورية، والنهاردة فيه طيب. كمان ناس ماتوا في مالي. نعم. طيب سيادة العميد صفوت الزيات، يعني بنسأل على البعد الاستراتيجي والأمني. يعني هناك خلافات في الأمور الاستراتيجية والجوهرية بين سوريا وإسرائيل، كيف
نستطيع أن نلقي الضوء على ذلك في سياق تلك الغارة التي حدثت؟ يعني دعني أقول لك أننا لم نعد أمام دولة سورية يعني لنضع يعني الحروف في مواقفها والخطوط يعني تحت كلمة. نحن الآن ربما يعني وإن كنت لا أحب أن يعني أن أكرره، ولكن أحد الجنرالات الإسرائيلي ربما قال اليوم كلمة جيدة للغاية، قال نحن لسنا أمام دولة ولكن نحن أمام كيان يهترئ. فدعني أقول لك نحن لم نعد أمام دولة ولم نعد أمام جيش نظامي ولم نعد أمام أجهزة متكاملة للدولة على المستوى الاستخباراتي والأمني. نحن الآن ربما في خضم حرب أهلية على صدع طائفي يدير يعني تدير العمليات في داخل سوريا ليس على الإطلاق القيادة السورية أبو مفهومها السابق، ولكن الآن ربما قوة إقليمية كبرى تدير، الذي أمر حزب الله بأن يدخل بأفضل نخبته هي إيران. هناك على الأرض الحرس الثوري الإيراني، هناك على الأرض قوات التعبئة البسيج الإيرانية، هناك على الأرض أصبح واضحا وصريحا. وفي هذه الساعة التي أحدثك ربما لواء المهدي ولواء القدس قوات النخبة من حزب الله بتتقدم إلى مداخل الجنوبية القصير. نحن لسنا أمام دولة، ولكن دعني أقول لك في سياق الاستراتيجي الآتي، الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة القادرة والقادرة الوحيدة على أن تتدخل عسكريا. كنا نشاهد في فترات سابقة كاميرون عندما زار يعني مخيم الزعتري عاد غاضبا وقال بعد أيام ستشاهدون الطائرات البريطانية تحلق في سماوات سوريا. أيضا أولاند قبل أن يرتكب ربما مغامرة الحمقاء في مالي تحدث عن يعني عن عمل عسكري وشيك لفرنسا، وبعد ذلك تجدهم يخبتون يقفون لا يتحدثون. طيب سعادة العميد، هناك من يتحدث أن ما حدث أن هذه الغارة كانت تستهدف اختبار لقدرة الدفاع الجوي السوري النظام السوري على مواجهة عمل الصواريخ في مثل هذه الغارات، هل يعد هذا استباقا أو اختبارا لعمل عسكري محدد؟ لا على الإطلاق. دعني أقول لك أنه منذ عام أكثر من عام بقليل النظام الدفاع الجوي السوري المتكامل الذي كان يتباهى به النظام أعتقد أنه تفتت تماما. دعني أقول لك نحن ونحن نتابع بالساعة ويوميا الفوكس 46 في الأتارب بالدفاع جوي تم اقتحامه من قبل الثوار، اللواء 38 في صيدا يقطع الطريق ويسيطر عليه الثوار، الفوج في دير سلمان في الغوطة الشرقية أنظمة رادار يتم الاستيلاء عليها. الآن الدفاع الجوي السوري لم يعد موجودا بالمفهوم الذي ربما كنا نعتبره منذ عام ونصف، ونحن يعني كما أقول نحن لسنا أمام جيش نظام، خلاص انتهى الأمر، نحن أمام ميليشيا. عندما تشاهد الصور وإن كنت تتابعها يعني بساعة بساعة أنت تجد خليطا من جنود على مدنيين. إذا أنت تعلل هذه الغارة بماذا؟ أنا أعلل هذه الغارة بأنها المرحلة التمهيدية لعمل عسكري قرره الرئيس الأمريكي أوباما. دور إسرائيل سيقتصر فقط على المرحلة التمهيدية، وأن كل الأهداف التي قصفت تم مراجعتها من قبل البنتاغون، وأنها في نهاية ستخفف العبء على خيار عسكري ما زال الرئيس الأمريكي لم يتفق أو يتوافق عليه بعد. طيب أروح للأستاذ فرحان مطر، ويعني أنت أول منشق على التلفزيون السوري وثالث منشق على اتحاد الكتاب العرب، يعني هناك تصريحات للحكومة السورية اليوم ذكرت أن الغارة أظهرت التنسيق بين إسرائيل وبين من أطلقت عليهم الإرهابيين ضد مصلحة الشعب السوري ودولة سوريا. هذا الكلام الذي قاله عمران الزعبي وزير إعلام النظام السوري وزير إعلام العصابة الأسدية حقيقة هو لا يختلف كثيرا عن مجموعة الاتهامات التي لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق، التي دأب عليها النظام منذ الأيام الأولى للثورة. هذا النظام اعتمد على مجموعة من الأكاذيب. حين كانت الثورة في بداياتها سلمية، وحين نزل أول المحتجين ونزلت أول المظاهرات في مدينة درعا، قام هذا النظام بإطلاق الرصاص الحي على هؤلاء الناس الذين أصلا لم يطلقوا شعار إسقاط النظام، واتهم منذ تلك الأيام هؤلاء الناس بأنهم إرهابيون وأنهم مدفوعون من الخارج. وبالتالي لا نستغرب أن نسمع مثل هذه التصريحات في كل لحظة. كيف يمكن لعاقل أن يتصور
عملية ربط بين ما يحدث على الأرض من ثورة يقودها الشعب هو ابن هذه الأرض السورية ويعتز بها، مع العدو التاريخي للشعب السوري الذي هو إسرائيل. كيف يمكن أن يجتمع ثائر سوري، مواطن سوري، مقاوم حقيقي أصلا وليس النظام؟ الشعب السوري هو الذي يعتز ويفتخر بأنه شعب مقاوم وشعب وطني، فكيف يمكن أن... لكن أستاذ فرحان، نعم. إذا كان هناك من وصف هذه الغارة بأنها ضد النظام السوري، وكل من هو ضد النظام السوري بالتأكيد يخدم المعارضة، لأنه هناك خلط في الأوراق الآن. هناك من قال أن المعارضة اليوم تهلل لإسرائيل لأنها أضرت بالنظام السوري وبالجيش السوري. ليس صحيحا حتى الآن. أنا أتحدى أن يأتي أحد بأي دليل على أن المعارضة السورية قد رحبت، ولم يقل أحد أن عدوي صديقي في سوريا. لا يمكن لسوري، لا يمكن لمواطن سوري مهما اختلف مع النظام أن يبرر أنه يرحب بعمل عسكري إسرائيلي، لا يمكن، علما أن هذه الأسلحة وهذه الأهداف التي قصفت وهذه الذخائر هي موجهة تماما لصدور الشعب السوري. على الرغم من كل هذا لم تجد هناك أي أثر لفرحة لمواطن سوري صغيرا أم كبيرا، مسؤولا سياسيا، أي أحد يرحب بهذا العمل. نحن ندين أي اعتداء على سيادة سوريا، ولكن دعني أقول لك وللسادة المشاهدين أن هذا النظام هو الحامي الحقيقي لحدود إسرائيل 40 عاما، وهذا النظام يمنع أي فعل مقاوم. هذا النظام الذي قام منذ أشهر قليلة بسحب القوات، ويعني أنا يعني ليس من حقي أن أتكلم بالأمور العسكرية ووجود السيد العميد صفوت، هو أقدر مني طبعا في هذا الأمر، ولكن أن يقوم نظام بسحب قوات عسكرية ولو كانت رمزية من جبهته مع العدو التاريخي لإسرائيل لتنزل إلى ريف دمشق ودرعا وتقوم بقتل المواطنين، إنه يقول لعدونا التاريخي تفضلي. وأنا يعني متنازل. الناطق باسم الجيش السوري الحر اتهم إسرائيل والنظام السوري بتبادل الأدوار، أنت تقول ذلك وتؤكد ذلك الآن؟ نعم. طيب، لكن نعم. هناك لاجئ سوري بسيط، وسامحني في كلمة لاجئ، نعم. ما كنا نحب أبدا أن نقول ذلك يعني، نعم. لكن هذه هي الحقيقة، نعم. لهذه الأزمة، وأنا أتمنى أن تنتهي على خير إن شاء الله الشعب السوري قريبا. كاملا ودولة سوريا. نعم. أستاذ فرحان، يعني تحدث بكل بساطة هذا المواطن السوري وقال إن إسرائيل تحاول الإضرار بالبنية التحتية وتضرب مقدرات الجيش السوري حتى إذا ما انتصرت هذه الثورة لا تجد معدات ولا آلات للسيطرة والنهضة بسوريا. ما رأيك في هذا التحليل؟ أنا أوافقه تماما، وهذا المواطن البسيط يقول كلاما عبقريا وتحليلا عبقريا. هذا يثبت أن ما يلي: نحن نعرف أن إسرائيل رأت تماما أن هذا النظام على وشك السقوط، آيل للانهيار، فالطبيعي أن تدمر البنية التحتية التي يمكن أن يستفيد منها الثوار في العهد القادم، هذا طبيعي. ولكن دعني أقول، هذا النظام الذي لم يقم بالرد ولا مرة واحدة من 40 عاما، والسيادة السورية منتهكة من إسرائيل، ودائما وأبدا العبارة الشهيرة الوحيدة أن النظام يحتفظ بحق الرد، والآن أقول اليوم كرروها أنهم يحتفظون بحق الرد. إلى متى وكيف وبأي طريقة سيردون؟ نعم. الرد الأول طيب. كان بقصف محافظة الرقة، اليوم غارات جوية ردا على العدوان الإسرائيلي. أنا أسأل، هل الرقة مدينة إسرائيلية؟ هل نعم. من المدينة؟ طيب اسمح لي أستاذ فرحان، يعني ورد إلينا هذا الخبر العاجل، ربما تم نشره على الشاشة الآن، موكب رئيس مجلس الوزراء دكتور هشام قنديل يتعرض لاعتداء من قبل مجهولين في منطقة الدقي أو في حي الدقي. موكب رئيس مجلس الوزراء يتعرض لاعتداء من قبل مجهولين في حي الدقي. معنا الأستاذ خالد أمين، الصحفي المتخصص في الشأن الأمني. الصحفي خالد أمين، أهلا بك معنا، ما هي تفاصيل هذا الحادث وهذا الخبر؟ نعم، في الساعة 11:00 مساء وبدائرة قسم الدقي، وأثناء سير موكب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء،
تلاحظ لإحدى سيارات الحراسة أن هناك سيارة ربع نقل تحاول اختراق الموكب. حال محاولة طاقم الحراسة إبعاد السيارة فوجئ بأن أحد ركاب هذه السيارة ربع النقل يطلق عيارين ناريين على وجه التحديد تجاه سيارة الحراسة. عقب ذلك تعاملت القوات مع هذه السيارة، ووفقا لما ذكره بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه عقب إطلاق عيارين ناريين على هذه الطاقم اصطدمت السيارة أثناء محاولتها الفرار، فقد دهمت أو صدمت شرطي ومواطن أثناء هروبها، لكن قوات الحراسة لاحقتها وألقت وتمكنت من ضبطها وألقت القبض على مستقليها، وهم 5 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل تحمل رقم ره قاف دال 8432. ألقي القبض على مستقليها 5 وعسر بحوزتهم 2 خرطوش. مصدر أمني يؤكد أن عملية الفحص الأولية أكدت أنه لا توجد دوافع سياسية وراء الحادث، وأن الحادث جنائي وربما يكون قد حدث بالمصادفة. نعم، لا توجد دوافع سياسية حول الحادث، وإلقاء القبض على المتهمين ووصوله إلى الجهات المعنية للتحقيق، وبدأ التحقيق معهما على الفور. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي خالد أمين المتخصص في الملف الأمني، وأتحول إلى الصحفي كمال ريان المتخصص في الشؤون الرئاسية. سيد كمال، يعني هل هناك تفاصيل أكثر عن هذا الحادث، خاصة أن هناك يعني تصريح الآن من قبل مؤسسة الرئاسة على لسان المتحدث الرسمي باسم المؤسسة السفير علاء الحديدي يقول لا توجد دوافع سياسية لهذا الاعتداء؟ نعم، بالفعل تحدثت منذ قليل مع السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ويعني أكد السفير علاء الحديدي أنه يعني لا توجد أي دوافع سياسية وراء هذا الحادث، وأن الحادث يعني حادث جنائي بحت، وأن يعني سيارة ربع نقل اقتحمت موكب رئيس الوزراء، ويعني وتم القبض على من كانوا أو الغناء الذين كانوا في السيارة، وسيتم التحقيق معهم، وأن رئيس الوزراء لم يصب بسوء، وأنه يعني في حالة صحية جيدة ولم يصب بأي أذى من جراء هذا الحادث. ويعني أكد السفير علاء الحديدي أيضا أن وزارة الداخلية ستصدر بيانا بهذا الشأن بعد قليل. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. إذن السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء يصرح أنه لا توجد دوافع سياسية لهذا الاعتداء الذي تم منذ قليل على موكب الدكتور هشام قندير رئيس مجلس الوزراء في حي الدقي، وقد تم القبض على المعتدين وهم 5 من المهاجمين كانوا تقريبا معهم سيارة ربع نقل كما ذكر لي الصحفي خالد أمين، وحاولوا الاعتداء على الموكب، ولكن لم يصب أي من الأشخاص في هذا الموكب، موكب رئيس الوزراء، بأذى كما صرح خالد أمين. طيب، يعني سيادة العميد، أنا معلش يعني هندخل في هذا الملف سريعا كده، ما رأيك في هذا الحادث وهذا الاعتداء؟ يعني أعتقد أن احنا في الدقائق الأولى يعني منه، والجزم ربما بأشياء لا يمكن، لكن يعني نحن يعني أمام حالة في مصر كان كثيرون يخشون من أن تبدأ حملة أخرى. المطلوب أن الثورة المصرية تنتهي وتفشل، وهناك من يساعد كثيرون على ذلك، وأعتقد أن الأداء السياسي في الأيام الأخيرة كان جيدا وأغفل كثيرا من النوافذ، وربما بدأ كثير من رجال الأعمال يعودون، وبدأ هناك أحداث تؤشر إلى أن مصر في طريق الهدوء، لكن أعتقد أن جهات وربما يعني مسائل كبرى تدور من خلف الستار، والمطلوب أن تفشل الثورة المصرية وأن يستدعى آخرون مرة أخرى، وأعتقد أن علينا أن نتصارح أكثر من هذا. أما إطلاق نار ويقولون أنه لدوافع سياسية ثم جنائي، يعني
ما معنى الجنائي بعد إطلاق النار؟ ماذا وافعه؟ يعني أسئلة طيب يعني كثيرة. سعادة السفير سريعا عشان بس ما نروحش بعيد عن الموضوع. نفس الرأي صراحة، هو طبعا ده مبكر جدا أنهم يقولوا أنه غير سياسي، وأنا أعتقد الهدف منه تهدئة الأوضاع وعدم فتح جروح جديدة، لكن قطعا التحقيق سيكشف حاجات كثيرة هيتعاملوا معها. طيب يا فندم، نعود إلى ملف الأزمة السورية وأبعاد الغارة الإسرائيلية على سوريا. دكتور البرادعي في تويتر خاص على تويتر ذكر يعني دعا لعقد قمة عربية طارئة في دمشق. هل هذه الرؤية واقعية؟ وهل ترى أن هذه القمة من أثر من الممكن أن يختلف عن القمم السابقة، سواء قمة جامعة الدول العربية أو القمم المصغرة واللجان المشكلة على سياق ذلك؟ أنا أعتقد الدكتور البرادعي عنده خيال سياسي واسع جدا، أوسع من الواقع. فيعني إيه قمة عربية في دمشق؟ أولا الدول العربية كلها مختلفة وكلها لها موقف مختلف عن الوضع في سوريا، وبعدين لما اجتمعوا في الدوحة لم يكن هناك اتفاق كامل على أي خطوة من الخطوات. فأنا أعتقد أنه يعني طبعا أنا كنت متصور أنه حيدين إسرائيل ولا حاجة، إنما يعني إحنا الوقت عندنا طرفين اثنين، طرف السوري بقطع النظر عنه صراع داخلي مع الحكومة السورية، وأيضا الطرف الإسرائيلي اللي هو بيدير. أنا الحقيقة مع سيادة العميد في أنه ما قامت به إسرائيل في خلال الأسبوعين اللي فاتوا كان فيه توقع أن يحصل فيه، لدرجة أنه كنت كاتب عنوان مقال من أسبوعين متى تعتدي إسرائيل على سوريا، لأن هي مراقبة الوضع السوري بالتفصيل وتحطه قدامك. إسرائيل تشتغل فيه بطريقة استخباراتية وبطريقة عملية وبتدير كثير من خطوطه، وهي سعيدة جدا بهذا الذي يحدث هناك حتى تنتهي سوريا كدولة إقليمية. وفي نهاية المطاف لا الشعب السوري هيستفيد منها، ولا المعارضة ولا النظام. هي مش عايزة الكل، هي عايزة سوريا دولة مفرغة، وبعدين يتم القضاء على أعداء سوريا وحزب الله وإيران عن طريق الاستنزاف، يعني استنزاف للقوى بتاعتهم بدل ما يحصل فيه مواجهة إسرائيلية إيرانية. هي جرت إيران إلى المشهد السوري وحزب الله ويتم استنزافه. دي مقدمة وتتبيل لسوريا. في خبير إسرائيلي متخصص في الشأن السوري يعني خاطب النظام السوري قائلا إننا لا نستهدفك أيها النظام، بل نستهدف حزب الله وإيران بهذه الغارة. ده صحيح، ده صحيح، ده صحيح. يعني هو إسرائيل على فكرة مش مصلحتها سقوط النظام، إسرائيل مصلحتها أن يظل الصراع حتى يأكل بعضهم بعضا وبعدين ينتهي في النهاية. وبعدين تصطاد بقى القوى الإيرانية، من هو الخاسر الأكبر في سوريا؟ هو الشعب السوري أولا ثم إيران. الكاسب الأكبر والوحيد هي إسرائيل. يا فندم بس ده بيتعارض مع ما قاله سيادة العميد، وحضرتك قلت أنا متفق معاه. هو قال سيادة العميد ذكر إن هذا رأى هذه الغارة هي تمهيد واختبار لدخول المعركة الحتمية والحاسمة من برعاية الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا مع النظام السوري لإسقاط هذا النظام. لا بس ما قالش إنه كده. سيادة العميد قلت كده ولا أنا فهمت كده؟ بص أنا أقول لك على حاجة، لو تمسك تصريحات أوباما خلال الأسبوع ده تلاقي إن الراجل ما قالش هنسقط النظام، إنما قال إذا ثبت أن هناك استخدام، هو قال في استخدام للكيماوي من جانب النظام فعندنا خيارات مفتوحة ومتعددة. وأنا أديت تعليمات للقيادة العسكرية من سنة إنها تقول لي ما هي الخيارات العسكرية، لكن ما أعتقدش الولايات المتحدة تتورط في هذا المشهد. إذا قررت إسرائيل لأمريكا أن الأمور تسير سيرا حسنا وأن إيران وحزب الله يتم استنزافهما بكفاية طيب بطريقة كفأة. سيادة العميد سؤال مباشر، هل نحن بصدد تصعيد إقليمي قد ينذر بحرب إقليمية من الممكن أن تمس بالحدود المصرية؟ يعني دعنا أقول أن مصر تدير الآن ربما سياستها الخارجية بدرجة عالية من الذكاء، علينا أن نقدرها وأن نحترمها كثيرا، وأن إدارتها ربما لمعركة غزة نوفمبر الماضي يعني كانت شاهد ومثال ربما على الرقي في الإخلاص يعني للقضية العربية، وفي نفس الوقت أيضا التحسب لمسائل مرتبطة بالأمن القومي المصري وبقاء الدولة ومستقبلها. نحن أعتقد عبرنا فترة الرومانسيات التي جلبت علينا كثيرا من الخذلان القومي وأصبحنا أكثر براغماتية. هذا جانب مصري على الحدود الإسرائيلية المصرية، والمتصور أن القيادة المصرية في وقت ما ستتخذ قرارا ما
ربما يصعد من مسائل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية سيكون لم يقرأ جيدا هذه الحالة التي أصبحت عليها مصر. الأمر الثاني أن مصر تدرك ماذا يدور في العالم الآن ومن الذي يتولى إدارة العالم، وأن مصر ربما يحسب عليها أن فكرة المجموعة الرباعية أو الاجتماع الرباعي أو المبادرة الرباعية إيران ومصر والسعودية وتركيا، أعتقد أنه في هذه الجزء ربما يعني، وإن كنت لا أحب أن أتحدث فيها كثيرا، لكن هناك يعني جنبه الصواب. إيران بعنت شديد جدا تقود الأزمة السورية من الداخل وتنحاز لاعتبارات طائفية. إيران أذنت الاعتداء وأكدت استعدادها لتدريب الجيش النظامي السوري. إيران على الأرض، إيران على الأرض، إيران الآن هناك الحرس الثوري، هناك غرفة عمليات يقولون مشتركة، ولكن أنا أتصور أنها غرفة عمليات منفردة. دخول حزب الله أنا أتصور أنه تورط، ولكن كان بأوامر من إيران. وحزب الله أعتقد الفرصة أتت لإسرائيل الآن. حزب الله كحركة مقاومة هي حركة قيامية، كنا جميعا ربما يعني منبهرين، وكان حزب الله عزيزا على كثيرين من الذين يحلمون بقضايا الأمن العربي، ولكن دخول حزب الله بهذه الصورة أهدر مسائل قيامية كبيرة. وأفضل نخبة الآن تقاتل في القصير ولا تبرير على الإطلاق، الآن يغادرون الحدود الشمالية لإسرائيل ويذهبون إلى حدودهم الشمالية الشرقية، يدخلون معتركا لن يخرجوا منه. كانت قوتهم أنها حركة تدير معاركها ضد دولة، الآن أصبحت تدير معاركها ضد من يريدون نفس طريقتها في العمل، ولكنهم هم أصحاب أرض وأصحاب قضية وسينتصرون. هذه النقطة. النقطة الأخرى التي علينا أن نتذكرها الآن أن كل اللاعبين الآن لا يستخدمون إلا من قبل شخص واحد فقط، وهو البيت الأبيض الأمريكي والرئيس أوباما. الرئيس أوباما عندما تكلم منذ 4 أيام كان كلامه، وأنا قلت في أحد ربما تحليلي، قلت اليوم خطابه أو مؤتمر الصحفي كان قتاليا، كان يتكلم على أن النظام استخدم، أنه عبر الخط الأحمر، كان يقول لكنني أريد 3 إجابات ل3 أسئلة، كيف ومتى ومن، ولكني مدرك تماما أن الرئيس الأمريكي يعرف كيف ويعرف من ويعرف متى، وإلا ما كان قال أنني طلبت من البنتاجون الخيارات التي في العالم العام الماضي، الآن أصبح مطلوب خيارات أخرى. بدأ يتحدث لأول مرة عن الناشونال سيكيورتي الأمريكي، الأمن القومي الأمريكي، وعندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن هذا تعلم أنه يقترب من القرار العسكري. بدأ يتحدث أن الشعب الأمريكي سيتحمل المسؤولية وسيشعر. هناك أشياء كثيرة بعدها بيومين طرحه خطابا مؤشرا قتاليا. ودعني أقول لك لا يمكن لإسرائيل أن تقلع بطائرات من مرابضها أو من مطارها وتنفذ عملا في سوريا لم تتلقى فيه ضوء أخضر، ولم أيضا تتلقى فيه ضمانات أمريكية. طيب. اليوم نتنياهو يغادر منذ ساعتين إلى الصين الشعبية لأنه أدى الغارة، ومطمئن تماما أنه في حمى القوة العسكرية العظمى في العالم القادرة على احتواء كافة. طيب أنا أسأل أستاذ فرحان مطر، يعني المعارضة السورية والموقف المصري، يعني هناك من المعارضة من يطلب التسليح لهذه المعارضة حتى تستطيع الاستمرار في مهمتها ضد النظام السوري، هناك من الدول العربية من يرفض التسليح للمعارضة، وهناك من يقبل التسليح بالمعارضة. مصر موقفها واضح من البداية أن هذه الأزمة لا تحل بالتسليح، ولكن تحل عن طريق ليس الحل الأمني هو الأمثل للأزمة السورية، هكذا تراها مصر. كيف ترى المعارضة الموقف المصري الآن، خاصة بعد هذه العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا والصين وإيران، وهم طرف أو محور من محاور هذه الأزمة السورية؟ بداية يعني دعني أشكر الشعب المصري أولا على حالة الاحتضان الأخوية التي قابل بها الشعب السوري. يكفي مصر أنها لم تقيم خيمة لجوء واحدة على أرضها. نحن في مصر نشعر تماما من خلال كل شيء أننا في وطننا وأننا مع أهلنا وأخوتنا. هذا من ناحية. ناحية القرار السياسي والتعامل السياسي من قبل الحكومات
أو الحكومة المصرية نحن في مرحلة ثورة، نحن مع نظام لم تستقر أموره بشكل جيد، وبالتالي نقدر هذه الظروف التي يمر بها، لا نطالب كثيرا بإحراج الموقف المصري، ولكننا ننظر بصراحة شديدة وأنا أقولها من هنا، ننظر بعدم الارتياح كمواطنين سوريين وكمعارضين سوريين وكثوار سوريين إلى هذا التقارب الكبير والملفت للنظر من قبل الحكومة المصرية مع أعداء الشعب السوري، مع الداعمين الحقيقيين لعصابة القتل الأسدية، مع إيران ومع الصين ومع روسيا. حتى في ظل تصريحات الرئاسة والحكومة المصرية بأن الأزمة السورية تعتبر هي يعني تخص الحكومة المصرية والشعب المصري بشكل كبير، وأن هناك رأي واضح للحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بأن الشعب السوري هو الذي يشكل مقدراته ولا بد لهذا النظام أن يرحل، يعني حتى في ظل ذلك وفي سياق ذلك، يعني هو في زيارة الرئيس مرسي لإيران أعلن ذلك، في زيارة الرئيس أحمد نجاد إلى مصر أعلنت مصر ذلك، في الصين أعلنت ذلك، في روسيا أعلنت ذلك، كل هذا قد قيل إعلاما. نعم. نحن نريد أن يترجم عمليا وواقعيا. كيف؟ مثلا يعني نحن ما زلنا نتساءل كيف يسمح للبواخر التي تحمل أسلحة متجهة إلى نظام وهي ستذبح الشعب السوري وأن تمر من قناة السويس. يعني أنا أطالب باسم كل الشعب السوري الإجابة، ما هو التفسير، ما هو التبرير، بأي معنى؟ يعني أنا سمعت كلاما جميلا منذ أشهر ومنذ بداية من الموقف الرسمي المصري بدعم الشعب السوري، أنا أحترم وأقدر هذا الكلام الجميل، ولكن أريد إجابة حقيقية، كيف أساعد هل ترى عدو الشعب السوري؟ يعني للموقف الرسمي المصري إزاء الأزمة السورية. لا أنا هاخد بس الجزء الخاص بمر السفن في قناة السويس. قناة السويس بيحكمها اتفاقات قسطنطينية، ومصر لا تستطيع أن تمنع أي سفينة لأي دولة إلا إذا كانت في حالة حرب معها، ولذلك لو مصر منعت السفن الإيرانية هيكون ده انتهاك لاتفاقية القسطنطينية في المادة 1 المادة 4. حتى لو كانت تحمل يعني مثلا ومعروف هي رايحة فين؟ الولايات المتحدة كانت رايحة العراق وأعلنت إنها رايحة تغزو العراق قبلها بسنة، والسفن الأمريكية عدت وكل حاجة ومجهزين وعارفين ورايحين يضربوا العراق ويحتشدوا في الخليج من الخليج من قناة السويس، واحنا في وزاره الخارجيه ما قدرناش ناخد اي موقف، رغم ان احنا كنا ضد الغزو، يعني احنا كشعب يعني مش مهم الحكومه. برضه برضه ازمه تانية، انا كنت في الاداره القانونيه ساعتها، يعني الموضوع ده كان مباشر. يعني في كمان سنه 90 لما حصل العراق لما غزا الكويت وطلع القرار 670 بتاع منع السفن العراقيه من المرور في الممرات المائيه الدوليه، ما قدرناش نعملها لإنقار مجلس الأمن أقل من اتفاقية القسطنطينية، ومصر لو ترخصت في هذا ولو حاجة واحدة هتفتح الباب على نفسها ودول كتيرة جدا هتهاجمها. فإحنا بنحترم، وبعدين في نفس الوقت عندنا تصريح بتاع أبريل سنة 57 إن إحنا بنؤكد احترام هذه المعاهدة لما جمال عبد الناصر أمام قناة السويس، فالعالم كله هاج وخاف لحسن يكون دي مقدمة التحلل من المعاهدة، فمصر قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية فقط في هذه الحالة. طيب هذا بالنسبة لوضع قناة السويس ربما تحكم اتفاقيات دولية، فماذا بشأن التواصل بين مصر وبين أنا الحقيقة متفاهم جدا موقف المصري، احنا عايزين نفرق بين موقف مصر تجاه الأزمة السورية وموقف مصر تجاه الأوضاع الدولية الأخرى، لأن مصر محتاجة إلى هذه التحالفات جميعا. أنا من أنصار التقارب المصري الإيراني على أساس أن إيران من ناحية استراتيجية، سيبك من الظرف الحالي، الظرف الحالي ده مسألة آنية، وبعدين مصر كمان أعنت موقفها في إيران نفسها وقالت إنها ضد الموقف الإيراني وإنها يعني تؤيد الشعب السوري وتدعم الشعب السوري. ما هو الأستاذ مطر بيقول إن هذا كلام جميل، أتمنى أن يكون يعني مصر ما تقدرش ترهن، وأنا لا أشكك فيه أصلا، جدي يعني على أرض الواقع أتمنى تصديقه، يعني أنا لا أشكك فيه يعني ماذا يحتاج الشعب السوري من مصر في هذه المرحلة؟ اولا في يعني خلط كبير داخل المشهد السوري، اثنين ان الشعب السوري فعلا مضار من هذه الحاله، وبالتالي اللي تقدر ومصر تعمله انها مثلا بالنسبه للنازحين السوريين
سوت بينه وبين المصريين في الحقوق والخصم. نعم دخول المدارس حتى في مشكله بالنسبه للفلسطينيين اللي كانوا في سوريا وبتاع والكلام ده انت عارف. فده بصراحه ده موقف مصر حتى الان يعني ما تقدرش تحمل اكتر من كده. انما علاقاتها الخارجيه دي مواجهه لحاجه ثانيه، يعني لما مصر تتقارب مع الصين مش على حساب الشعب السوري، لا يعني ما تاخدهاش من زاويه صغيره. طيب يعني دعني اسال سياده العميد على الزاويه الاخرى، هل من الممكن ان تستخدم هذه العلاقات التي يعلنها الموقف الرسمي من خلال التواصل مع ايران ومع الصين ومع روسيا في لصالح الازمه السوريه، لصالح الشعب السوري، لصالح الثوره السوريه، فيما اعلنت الرئاسه المصريه والموقف الرسمي انه يناصر الثوره وانه مع رحيل بشار الاسد؟ يعني اعتقد ان لكي تلعب دورا ما عليك ان تتصل بالجميع. يعني الحديث عن، ولذلك كانت مشكله مصر الكبرى في معاهده كامب ديفيد، كنت اقدر الظرف التي حدثت فيه، كان ان يعني عليكم ان تستلموا الارض وان تتخلوا عن الدور. بمعنى ليس لكم ادوار الا من خلال قنوات يرسمها يعني الجانب الامريكي تحديدا، ولا ربما تتعارض مع مصالح الاسرائيليين، وبالتالي فرطنا في ادوار كثير. نحن بعد الثورة المصرية ندرك أن علينا أن نستعيد هذا الدور، ولا يمكن أن تستعيد دورا ما إلا إذا كان لك علاقات. الرئيس المصري يتحدث مع الرئيس بوتين في اللقاء الأخير من المؤكد عن الأزمة السورية، ولن نقول أن هناك كان توافقا تاما. الرئيس المصري يتحدث عندما يذهب إلى الصين، يتحدث وتحدث بجرأة كبيرة في أول زيارة له إلى الخارج في قلب العاصمة طهران عن الأزمة السورية وعن ضرورة رحيل النظام. لكن نحن نتفهم ضرورات الثورة على الأرض وعزبات الثورة على الأرض، وفي نفس الوقت مصر لديها أيضا ضرورات واحتياجات الدولة. هنا يتم التوائم، لكن هناك حديثا قد لا يجري الكشف عنه حاليا، قد يكون هناك دعم ما للثورة السورية دون أن يكثر الحديث أو يعلن الحديث عنه. بمعنى أن مصر ما زالت منحازة بقوة للثورة السورية، ولو كان ربما منها ربما استقبال السوريين، ولو كانت تريد أن تزيد تعقيد الأمور لفعلت مثل ما فعلت دول جوار أخرى. سيادة العميد، زيارة وزير الدفاع المصري اليوم إلى تركيا كيف تراها؟ هل تأتي في سياق يعني كل هذه المؤامات السياسية؟ يعني أعتقد أنها يعني زيارة أيضا بتتم في إظهار الدولة المصرية. يعني دعني أقول لك القوات المسلحة هي جزء من مؤسسة الدولة، ومن المؤكد أن لقاء بين الرئيس المصري وبين الرئيس الوزراء التركي رسم ملامح نوع من التعاون. وزير الدفاع كان مع الرئيس المصري في زيارة الهند، وبالتالي هناك ربما عمل لتعاون عسكري ما. لكن الأمر لا نتوقع أنه يصل إلى مسائل تنسيق عسكري فيما يخص الأزمة السورية، لأن علينا أن نكون واقعيين للغاية أنه حتى تركيا لا تملك عملا عسكريا منفردا خارج إطار النيتو أو خارج إطار الولايات المتحدة الأمريكية. القوة العظمى الوحيدة، دعني أقول لك مثال سريع للغاية، ذهبت فرنسا خطأ إلى مالي، تتصور أنها لم تستطع أن تنقل 2500 جندي إلى مالي إلا بعد أن أقلعت الطائرات الأمريكية للنقل من ربما من دنفر في الولايات المتحدة لتنقل الطائرات من الجنوب فرنسا إلى مالي، وبعد ذلك دعمت ونشرت الطائرات بدون طيار وتتحمل ربما عبء كبير. القوى العسكرية الأوروبية وللنيتو لا تعني شيء، الولايات المتحدة 75% من ميزانية دفاع النيتو، لا أحد يتحرك في العالم ولا يطمئن له أن يتحرك في العالم بعيدا ربما عن الحسابات والموارد الأمريكية. وبالتالي هي زيارة ربما في مجال تعاون عسكري وتصنيع ومسائل أخرى الجيش المصري بلا شك يحتاجها ويحتاجها بقوة الآن، لكن عمل عسكري أو خلافه قلت لك أنه حتى تركيا لا تستطيع أن تقدم على عمل ما. طيب أستاذ فرحان، يعني بالنسبة للعمل العسكري إذا ما تم، يعني هل هذا في مصلحة المعارضة السورية والثورة السورية؟ هناك خبير استراتيجي تحدث أن إسرائيل تحاول تحقيق مكاسب في الداخل السوري الآن كما حققت من قبل أمريكا في العراق. مكاسب إسرائيلية يعني؟ نعم، يعني أقصد يعني مصلحة الثورة السورية إذا ما أعلنت المعركة على النظام السوري وعلى الجيش السوري، هل تراها في صف الثورة السورية أم أن البداية ستكون يعني ستكون نهاية هذا النظام هي بداية لمعارك شرسة داخل الأرض السورية؟
يعني بداية دعني أوضح لك صورة سريعة للوضع العسكري السوري الآن في الداخل. يعني هناك عدد من المدن هي بالكامل خارج سيطرة النظام، النظام لا يملك فيها شيئا سوى بواسطة الطيران والصواريخ. يعني هي مثلا عندك محافظة الرقة مدينة ريفا ومدينة محررة بالكامل، طبعا باستثناء المطار والفرقة 17. ريف حلب بحدود 90% محرر، حلب كمدينة تقريبا 50%. هذا الكلام ينطبق على عدد من المناطق، ريف دمشق وغيره. نحن نتمنى أن يكون إسقاط النظام بأيدينا نحن كسوريين. نحن لا نرحب بأي قوة عسكرية غير سورية تدخل وتسقط هذا النظام ويقولون تسليح المعارضة، ويقولون نحن أسقطنا النظام. نحن نتمنى أن يكون هذا العدد الكبير من الشهداء وهذه التضحيات التي قدمها الشعب السوري على مذبح الحرية أن تفوز بالنصر وتحقيق أهدافها بأيدينا. لكن هناك يعني ولكن لو سمحت، ولكن هذا النظام الذي لا يفهم بغير لغة القوة، من المحتمل جدا باعتبار أن الأمور وصلت إلى هذه الدرجة، من المحتمل أن يكون هناك تدخل خارجي عسكري يساهم بتقصير عمر النظام. طيب يعني احنا ايضا نحب ان احنا نشير الى موقف الجمعيه العربيه، كيف ترونه في هذه الازمه خاصه بعد الغاره الاسرائيليه دعت الجامعه العربيه مجلس الامن الى التدخل او ضروره التدخل؟ يعني انا اقول للجامعه العربيه يعني بالتعبير السوري صح النوم. هذه الجامعه العربيه يعني مع احترامي للنوايا الطيبه لدى الدكتور نبيل العربي ولبعض المسؤولين فيها، هي تعترف دائما أنها عاجزة ولا تملك من أمرها شيئا، لا تملك سوى النوايا. ماذا قدمت وماذا فعلت خلال عامين من أجل الشعب السوري؟ يعني كلام خجول، كلام غير واقعي، كلام لا يقدم ولا يؤخر. هذا هو حال الجامعة. طيب خلونا نتذكر كده موقف الرسمي المصري منذ بدأت الأزمة السورية حتى الآن من خلال هذا يعني العرض المكتوب أو الجرافيك المكتوب على الشاشة، ثم نعود للحوار مرة أخرى.
إذن كان هذا استعراضا أو عرضا للموقف المصري بشأن الأزمة السورية منذ بدايتها. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو سيادة السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق. سيادة السفير، سيادة العميد صفوت تحدث إن هذه الغارة تعتبر مؤشرا وتمهيدا واضحا وإشارة إلى معركة قتالية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت في خطاب الرئيس أوباما حول هذه الغارة وبشأن الأزمة السورية. أنا الحقيقة قريت موقف الأمريكي بشكل مختلف. الولايات المتحدة الأمريكية عشان تدخل في سوريا عسكريا دي عايزة حسابات تانية خالص، لأن الدخول الأمريكا هيستدعي على طول الموقف الروسي والموقف الصيني، وبعدين هتخش كمان مع إيران وحزب الله، وممكن أو عندهم أسلحة وممكن يفجروا الموقف. فأنا أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة بيتشاور باستمرار حول كيف يمكن تحقيق الهدف دون تدخل عسكري. فالموقف الإسرائيلي يعتبر نوع من التسخين، أو يعني زي ما بيقولوا كاتاليست، يعني تخمير الموقف والإسراع بسقوطه. وهي الولايات المتحدة تريد إيه من سوريا؟ هل تريد إسقاط النظام؟ ولا تريد استبعاد سوريا تماما ومسحها كقوة إقليمية بعد كده عشان ما تهددش إسرائيل؟ أنا أعتقد هو الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية أنها تجعل سوريا عاجزة تماما في المستقبل عن أن تكون طرفا استراتيجيا في مواجهة إسرائيل، وما يقدرش يعمل حاجة مع المقاومة حتى لو جاء نظام آخر غير نظام أي نظام. يبقى كلام المواطن السوري البسيط اللي تحدث ذا كان عقري كما وصفه الأستاذ مطر. ده صحيح، دي مصلحة أمريكية دائمة. طيب في رأي آخر يعني ذكره متحدث الإعلامي باسم القيادة المشتركة فهد المصري اللي مقرها باريس، قال ما حدث له علاقة مباشرة سيادة العميد بالأسلحة الكيماوية التي يقوم النظام السوري بابتزاز المجتمع الدولي من خلالها لعدم تأييد الثورة السورية. يعني دعني أقول، عندما قلت أنني شاهدت مؤتمرا صحفيا قتاليا للرئيس الأمريكي، ليس هذا يعني أنه ستكون هناك بوتس أون جراوند. الولايات المتحدة لن ترسل مرة أخرى جنودا على الأرض، ولكن الولايات المتحدة قدمت عملا عسكريا تقنيا رائعا في ليبيا من الجو، وقدمت وشاهدنا ثورة تنجح من الجو، ولم يكن هناك جنود بمعنى الوحدات القتالية المتعارف عليها. الشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي نفسه يريد في يوليو القادم أن يخرج بخطابه عندما يسحب آخر وحداته المقتلة من أفغانستان، وأن يتكلم عن نهاية عقد من الحروب المأساوية للشعب الأمريكي والولايات المتحدة. فكيف سيضع جنون على الأرض؟ لكن أمامه خيارات عديدة. هل فكرة النو فلاي زون، فكرة الحظر الجوي، هل فكرة ممرات إنسانية، هل فكرة ضربات انتقائية؟ اليوم إسرائيل قدمت عرضا للضربات الانتقائية، بمعنى أنه كانت تختار بعض قوات النخبة، الفرقة الرابعة، الحرس الجمهوري، الفرقة 14 و15، القوات الخاصة. تمام، هذه النقطة. النقطة التي وبالتالي نحن سنكون أمام عمل تدخل عسكري سمارت ذكي سنشاهده لأول مرة، ستقدمه أمريكا بتكنولوجيا بدون قوات على الأرض. دعنا نشاهد ماذا سيقررون، لكن هم قادمون لشيء ما. ودعني أقول لك، مجرد منطقة حظر جوي ستعطي زخم كبير للثوار أن يتقدموا من إدلب ومن حماة ومن حمص ويذهبون الى دمشق. هذا امر يعني سيكون هذا ليس جديدا، لانه على غرار الثوره اللي بيحصل، ولا هيبقى مختلف كمان. ماذا سيكون هذا التدخل على غرار ما حدث في الثوره الليبيه بالضبط، ولا من الممكن ان يكون؟ لا، نحن الرئيس امامه خيارات كثيره جدا. قلت لك، ممرات انسانيه، حظر جوي، ضربات انتقائيه، تسليح معارضة، عملية انقلاب قد في داخل النظام. لكن اسرائيل اليوم في اليومين دول قدمت جزء من الخيار، وهو فكرة الضربات الانتقائية. أنا عندما سمعت اليوم ضرب اللواء 104 و105 من فرقة الحرس الجمهوري، أدرك تماما أن هذين اللوائين طالما ألهب ودمر وارتكب جرائم إنسانية بشعة سيذكرها التاريخ تفصيلا في كل من معظمية الشام وجديدة عرطوز الفضل وفي ذرية. هذه الأمور نحن نختلف عليها، لا نختلف عليها. لكن دعنا أقول لك، إسرائيل لن تقول على الإطلاق ماذا قصفت. ماذا قصف؟ لكن عندما شاهدنا أمس وصباح اليوم شكل الانفجارات، لأن هناك انفجار رئيسي ثم انفجارات تالية، هذه الانفجارات السنوية التالية التي استمرت مدة طويلة كانت تعني تدمير لصواريخ ذات وقود صلب. طب اسمح لي أن أعطي هذه الدقيقة المتبقية لأستاذ فرحان. أستاذ فرحان تفضل. عودة إلى العنوان الأساس لهذه الحلقة، التفجيرات والغارة على قاسيون يوم أمس. أقول أنها قامت بخدمة النظام
بشكل أساسي من زاوية معينة، وهي أنها خطفت الأنظار عن المجازر التي ارتكبها في الأيام الأخيرة في طرطوس وبانياس والبيضة. ما حدث في هذه المناطق بالأيام الثلاثة الأخيرة هو عمليات إبادة على خلفية تطهير طائفي، هذا أمر خطير جدا. في البيضة لوحدها 161 شهيد في يوم واحد، قتل وذبح وحرق وبمشاركة حزب الله. شكرا جزيلا الكاتب والإعلام السوري المعارض فرحان مطر، وأشكر سعادة العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وسعادة السفير عبد الله الأشعل المساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، شكرا جزيلا لكم. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء وإلى اللقاء.